السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في موقعكم genigood.ma وبرنامجكم الأسبوعي مول الصفارة. كما وعدناكم دائما غادي يكون هناك لقاء أسبوعي اللي غنتناولوا فيه كل القضايا التحكيمية الوطنية اللي كتهم التحكيم المغربي والحكام المغاربة، بما في ذلك القضايا الصغيرة والكبيرة. قبل ما نتناولوا اللقطات التحكيمية اللي عرفاتها الدورتين الأولى والثانية كما وعدناكم، لابد باش نوقفوا على مجموعة من المحطات التحكيمية اللي عرفها التحكيم الوطني، خصوصا قضايا الرشاوة اللي تسربت عبر صفحات الجرائد الوطنية دون أن يصدر أي بلاغ من المديرية الوطنية للتحكيم، إما يؤكد هذه الادعاءات أو يفندها، خصوصا أنه تداول الاسم ديال بوعزار الرواني اللي هو حكم مساعد ينتمي إلى عصبة الغرب، أنه تلقى رشوة بمبلغ 4000 دولار عندما كان يساعد الحكم جعفري نور الدين، وبمقابلة ديال الكوت ديفوار ونيجيريا برسم بطولة إفريقيا للمحليين. حاولنا نتصلوا بالمعني بالأمر، ومن عندما استفسرناه أنه أكدنا بأنه ما توصل حتى بشي قرار من المديرية الوطنية للتحكيم، وأن هناك من أكدنا بأنه توصل بمجموعة من التعيينات عبر الكاف، ولكن يتم تغيير الاسم ديالو وكيتبعت حكم آخر في المكان ديالو. فأكدنا بوعزة الرواني بأنه من غادي توصل بالقرار ديال المديرية الوطنية للتحكيم أنه غادي يتكلم وغادي يحاول يوضح كل ملابسات اللي عرفتها هذه القضية، بالإضافة إلى أنه غادي يتكلم على أشياء أخرى اللي كيعرفها التحكيم المغربي واللي ربما عاشها هو، في انتظار أن يتوصل بقرار المديرية ديال التحكيم. أننا غادي ننتظروا الاتصال ديالو وغنقل الكلام ديال السي بوعزة الرواني باش يوضح لنا كل هذه الحيتيات. كما أنه لا يفوتنا دون أن نمر على التدريب الوطني للحكام اللي مر خلال شهر غشت، واللي مر عبر ثلاثة ديال المراحل. هاد المراحل اللي عرفات إقصاء مجموعة من ديال الحكام لأنهم ما تمش الإرسال ديالهم، واللي عرفات مجموعة ديال ردود الأفعال، بالإضافة للبرنامج ديال التدريب الوطني. وكما كنا دائما كناديو بالنسبة للمديرية الوطنية للتحكيم بأن نفس البرنامج يتم اعتماده، كما كيكون هناك كوبي كولي. والخطير في الأمر هو أنهم ملي كيتناولوا هاد الناس التدريب الوطني ما كيرجعوش للقطات التحكيمية اللي كتير الجدل في المقابلات الوطنية، بل يعتمدون على لقطات تحكيمية كتنتمي للبلدان الأوروبية. وهنا كنرجعوا كنقولوا ما الفائدة من القطب ديال المراقبة بالفيديو، واللي كيوفر لنا واحد المكتبة ديال الفيديوتيك خاصة بالتحكيم الوطني، لما كناش نستثمروا هذه اللقطات التحكيمية ونوقفوا عليها ونقدموها للحكام ديالنا باش يمكننا نحاولوا نوحدوا الرؤية بين هؤلاء الحكام، ولكن لا حياة لمن تنادي. إضافة للمسألة الثانية واللي عرفها التدريب الوطني للحكام، وهي خلال الفترة الثانية الممتدة من 24 إلى 28، واللي عرفات لأول مرة في تاريخ التحكيم المغربي أنه يتم طرد حكمين من التدريب الوطني، وأؤكد أنها لأول مرة كتوقع في تاريخ التحكيم المغربي، عندما رفض حكمان ينتميان إلى عصبة الوسط الشمالي اللي هما منعم مسهيل والعلوي المراني محمد، أنهم رفضوا إجتازوا الاختبار البدني كحكام مساعدين. ونتمنى أن من المتتبع الكريم أنه يتبع معي هذه القضية باش يعرف الطريقة التي تسير بها لجنة التحكيم أو المديرية الوطنية للتحكيم بأن هناك شطط في استعمال السلطة، لأن هؤلاء الحكام بجوجهم أنهم لعبوا مجموعة ديال المقابلات السنة الماضية كحكام، وتوصلوا بمجموعة من التقارير اللي كتأكد بأن هاد الناس بأنهم عندهم نقاط جيدة، بأنهم دي بون أربيتراج. فإذا بهم كيتفاجئوا أنهم في التدريب الوطني بأنهم كيتقحموا الاسم ديالهم ضمن اللائحة ديال الحكام المساعدين. منين رفضوا يدوزوا استفسروا المسؤولين أنه حاولوا يستفسروا الناس، حتى واحد ما بغاهم يعطيهم الاجابه. هناك من كيقول لهم التقارير ديالكم ضعيفه، هناك من كيقول لهم ما عطيتوش ساتيسفاكسيون. ان حاولوا ما يمكن يثبتوا، منين لقاو انهم حاولوا يوقفوا مع هاد الناس، ان منين جاوبوهم بوقائع ملموسه، بالخصوص انه
هناك حكم السدعية حكم وكينتمي لنفس العصبة اللي هو من مدينة فاس، لم يقود أي مقابلة السنة الماضية، ما عطاو حتى مقابلة يقودها في السنة الماضية، وجاو الناس وأنهم قحموا الاسم ديالو مع الحكام، فقالوا لهم هاد الناس كيفاش أن السي مرزاق ما قاد حتى مقابلة وغيدوز كحكم، وحنا دوزنا ثلاثة ديال المقابلات وما غاديش نخوضوا هنا. هنا وقعت هنايا اللغط بالأعضاء ديال المديرية، الشيء اللي دفع أحد الحكام ديال المديرية وأنه حاول يأمر الحكمين المعنيين باش يدوزوا الاختبار البدني كحكمين مساعدين، بل نطق بأنه هو السيسي وبأنه هو الذي أمر بأن الأوامر ديالو خصها تطاع. آنذاك رفض الحكمان المعنيين اجتياز الاختبار البدني، فإذا بهما يفاجأ أثناء تناول وجبة الغداء أن اتصل بهم السير الرويسي وقال لهم راه المديرية قررت باش تطردكم من التدريب الوطني. فهنا يا الإخوان ديالي أنكم تحاولوا تتبعوا معايا هذه القضية وتشوفوا كيف تتعامل المديرية مع الحكام، كيف تريد أن تضمن لهؤلاء الحكام الكرامة ديالهم والنزاهة ديالهم، وهي كتتعامل معهم بهذه الطريقة أنه كتطردهم شفويا. فإذا من الحكمين أنهم حاولوا يطلبوا من المديرية أنها تزودهم بتقرير ديال الطرد أنهم رفضوا، فاتصل بهم أحد الأعضاء ديال المديرية هو السي العرجون وانتزع منهم داك البادج ديال الستاج واللي كيتستعمل في المطعم اثناء الوجبات، وهنا كيبدا المسلسل ديال التجويع. بعد ذلك انهم السي العرجون انه صيفط جوج ديال الحكام ينتميان الى عصبه الدار البيضاء باش يحتلوا الغرفه اللي كيسكنوا فيها هاد الحكام بجوج باش يحاول يدير اصطدام بين الحكام، فاذا ان الحكمين اللي كينتميان لمدينه الدار البيضاء انهم تفهموا وحاولوا يتواصلوا مع الحكام بجوج بهم وقال لهم حنا راه ما عندنا حتى شي دخل باش يمكننا نصطادموا معكم. فكيتفاجئوا ان الحكام المعنيين انهم في العشرة الأربعاء ديال الليل يتم طردهما من التدريب الوطني من معهد مولاي رشيد، فحاولوا انهم يستعطفوا الناس انهم يقول لهم ان ما يمكنناش نخرجوا في هذا التوقيت، فما كان من رد السيد العرجون الا ان قال لهم الا وقعت لكم شي حاجه تبعوا لاسيورونس، تبعوا لاسيورونس. فهنايا تشوفوا مدى احترام الحكام ومدى تقدير الحكام عندما يتم طرد حكمين شابين لم يبلغا بعد، مازال ما وصلوش ل 30 سنه، يعني مازال المستقبل قدامهم، كنتعاملوا معهم بهذه الطريقه. هذا ما حدا بعصبه الوسط الشمالي انها تحتج على هذا السلوك في اجتماع ان الرئيس العصبه انه حاول يجمع الحكام ديالو وحاول يحتج على هذا السلوك اللي تمارس عليهم، بالاضافه الى التعيينات اللي كانت في الدوره الاولى والدوره الثانيه ما تعين حتى حكم من عصبه الوسط الشمالي. هناك تم مراسله رئيس اللجنه ديال التحكيم وان اقرت مقاطعه المقابلات وانه يحاول ما امكن انه حتى حكم ما يحاول يقود هذه المقابلات، لان التعيينات جات مع المقابلات ديال كاس العرش، ونظرا للرمزيه ديالها انه رئيس العصبه السي محمد الرابحي انه طلب من الحكام انهم باش يقودوا المقابلات ديال سدس عصور نهايه كاس العرش في انتظار المقابلات ديال البطوله اللي غتتم المقاطعه ديالها اذا لم يتم هناك الجلوس مع المدير مع رئيس اللجنه المركزيه للتحكيم وتوضيح هذه الامور وارجاع الحق للصحاب ديالو. مساله اخرى اننا كنلاحظوها في بدايه هذه التعيينات من بعد مرور ثلاثه ديال الاسابيع للتعيينات، كنلاحظوا بان مازال غياب الحكام عمر الحلو سي محمد العلام وسي سمير الكزاز على التعيينات، وهنا ما كنعرفوش بان كذلك ان المديريه انها تضرب طبق سريه على التعيين ديال هاد الحكام، ما كيعرفوش راسهم واش موقفين ولا ما موقفينش، ولا كانوا موقفين شنو هي المده اللي ممكن انهم يكونوا موقفينها هاد الناس. فهنا هاد الناس انهم دوزوا التدريب الوطني ديالهم، دوزوا الاختبار البدني بامتياز ديالهم، ولكن مازال انهم ما كيتلقاوش التعيينات ديالهم. بالاضافه هنا لابد ان نمروا على واحد المساله كذلك خاصه بالبدايه ديال هذه السنه، هو ان كاين 18 حكم وحكم مساعد لما تفوقوش في اجتياز الاختبار البدني. اما هؤلاء الحكام كنلقاو السي عبد الرحيم اليعقوبي، كنلقاو السي عبد العالي الزاداني، كنلقاو السي سعيد القادري اللي كيقودوا المقابلات ديال الصفوه، بالاضافه للحكام المساعدين وابرزهم الحكم الدولي المساعد سي ميمون البقالي، السي محمد عبو اللي قاد 18 مقابله السنه الماضيه كنلقاوه ما كيتوفقش، السي عبد المجيد بن القرش المساعد الثاني ديال سي بوالحواجب، وكذلك المساعدين ديال السي داكي الرداد. الشيء اللي خلى مجموعه من الحكام في البدايه ديال السنه انهم
تلقاو مساعدين من عصب اخرى، وهناك لقاو كتكون لنا ثلاثيات هجينه. فكفينا نذكر بعض هؤلاء هذه الثلاثيات، كنلقاو المقابله ديال جمعيه سلا مع حسنيه اكادير، كنلقاو ذاكر الداد من مدينه الجديده، كنلقاو خليفه النهي من مدينه اسفي، وكنلقاو المرضي من صباط الدار البيضاء. المقابله ديال النادي القنيطري مع النادي القصري، كنلقاو السيد ذاكر الرداد، كنلقاو الراجي من مدينه مراكش، وكنلقاو الوافي من عصبه تادله. مقابله ديال الرجاء مع نهضه السطاتيه، كنلقاو الحكم بلوط من مدينه فاس، عصام ربابا من مدينه مراكش، وعبد القادر فويتح من مدينه مكناس. كذلك المقابله ديال فتح الناظور مع الجيش الملكي، كنلقاو بوليفه من عصبه الشمال، والفيلالي محيب من عصبه الوسط الشمالي. في خضم هذه الاحداث المرافقه، فهي غير مشجعه باش يبدا لنا موسم كروي جيد، وبالتالي انه من خلال اللقطات التحكيميه اللي حاولنا نختار لكم في الحلقه الاولى من برنامج مول الصفاره، اننا حاولنا نركزوا على المقابله الاولى ديال جمعيه سلا